السلام عليكم اخوان، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ والله اخوان شلون عوائلكم؟ ان شاء الله زينه وكلكم بخير وعافيه. والله اخوان صار يومين اصور والفيديو ما يطلع، وبعدين دق مطر، وبعدين يعني هوايه امور ما ساعدتني انه اصور، والمتابعين دا يطلبون تصوير ودا يطلبون فيديوهات، بس والله صورت 3 مرات ما ادري ايش بيه الفيديو. هسه جاي اصور ما اعرف يطلع الفيديو ما يطلع، والله ما ادري، خلي نشوف. اخوان بالنسبه جماعه سالوني ليش ما تطير، بشرفكم باعوا. هسه اقدر اطير، هاك شوف وين يفتر الطير، رحمل للحسين. هاك هسه شوف، هسه غير يريد يلزم داير، باوع باوع غابات استوائيه مو هيك يعني، هذا وفوقها حاط لي بومه، ابن البومه حاط لي بومه هنا. أنا شوف هاي زرعها قبل فتره، ذيك اللي جوا شوف، ذيك اللي جوا باعج كبرى صارت ما تبين ابد، هذه من انا يعني ما يطير. شوف النوب ذيك قال لا تشلع، هذه ترى انا زارعها على مود الوايرات، ما ادري يعني ما عندي يعني، بس هاي الصفحه وهاي الصفحه الوايرات يعني ما تخليها للطيور، ما تخليها تعبر، ما تخليها تعبر وايرات. شوفوا شلون وضغط عالي بصفنا على كل نجي على طيور. هذا الشيء مزعج، انا كنت عاجبني اطير هاي الزغار على اساس كلها اطيرها والله. زين هسه هاي الزغار، شوف هاي الزغار بقوا عندنا دول زوج بعدهم صغار ما طلعوا من الحله، بقيتهم. هذا اصفر، هذا مجوزي، شوفوا هذا اصفر طلع يعني، لان طيور بيها رس اصفر، هذا رجع رس اصفر، وهذا اصفر. شوف هذاك جوه، شوف ذاك الجو، شوفه رس اصفر، هذا اصفر مو جوزي يعني، هذول زوج صفر. هذول الفرخات شوف اشكالها، شوف هاي اشكالها الفرخات حلوات كلها. هذا الرس اللي طلعناه اللي سوينا بيه هاي الفرخات الحلوات، شوف اخوان فرخات حلوه كلش حلوه. هذول هم اثنين صغار باقين، شلت الواجهه مال هاي، خليت لهم اكل هنا ياكلون، شوف اذب لهم اكل هنا شويه ياكلون وحتى يكبرون. عندي ذاك الصغير، شوفه ذاك الصغير، هذا امه وابوه الزواج العافوه ما يوكلوه، وقمت اني ازقه يوميه سرنجه، اسوي له سرنجه بيها بروتين، سكريات، كربوهيدرات، فيتامينات، مضادات حيويه، خبطه كبيره بس خليها بالثلاجه، يوم ياخذ له منها سرنجه وانطيه اياه. هذا الصغير شوفوا، ف يعني زين صحته زينه، بي لحمه شكله حلو ماشي. حبايب هذول الصغار هذول والله على اساس اطيرهم يعني، جيت اني متوازي عليهم اطيرهم، بس بعد الوضع ما يساعد يعني، حريمه خطيه، ينضرب الطير بالتيل، ينضرب بالشجر، ينضرب خطيه، خليهم يجي يكبرون. هاي ماشي ما عندنا مشكله وياهم. اخوان المشكله اللي عندنا انه احنا زققنا، لان الخابرون العراقيين هنا بكندا طلبوا من عندي طيور، فقالوا لي ابو فادي احنا رايدين واحد راد 5 زواج، واحد راد 7 زواج، واحد راد ما شنو، كله بالجمله ولا واحد اجى. والله شوف شوفوا هسه خل اشعل الضوء، انا بعت الطيور لو اقول لكم ما تصدقون، والله العظيم بعت الطيور. شوف هسه الطيور ايش قد حلوه، منو جا اشترى مني طيور؟ ايرانيين، سوريين، مصريين، واحد اردني وواحد تركي جوي، وهنود يشترون من عندي، هنود يشترون طيور حمر، وعراقيين ما يجون يشترون طيور حمر. يعني قلت لكم يا جماعه ما عنده يجي، ما عنده باي، ما لكم علاقه بالسعر، تعالوا انتم، المهم يصير العراقيين يطيرون. على كل اللي علينا سويناه وزايد. بالنسبه للافراخ اخوان، هذا فرخ بقى هنا، فرخ واحد هذا، وهذاك الفرخ الجوه، شوفوا هذا الفرخ الجوه، هذول فرخين بس بقوا هنا، كبير هذا ياكل، بس انا بقي هنا. شوفوا اخوان شوفوا الطيور شلون حلوه، شلون نقشه، شوفوا الطيور يعني ها اخوان، شوف اللي ضحكنا عليهم، الدلع انباعت، الجوزيات انباعت، بقت بس هاي جوزيات اثنين، هاي وحده، هاي وحده وهاي وحده، هاي الواقفه على الفتحه وهاي وحده،
بس دول اثنين الجوزيات. بدرنقات انباعوا، اربعة انباعوا، وهذا مبيوع، ذاك اللي بالزاوية مبيوع، هذا جاي فاري، وهذاك اللي حق الطيارة مبيوع، وهذا مبيوع، يجون اليوم باكر ياخذوهم. حتى الزاجل هذا مبيوع، شوف هذا الزاز مبيوع، هذا الزاز زين. انا همي انا بالحقيقة والله اخوان اريد اخفف من عندهم، لان حتى اعزل وسنت الله ابدي ازقق هم من عندهم. هسه احكي لكم شنو الخطة سنت الله. شوف اخوان، شوف الطيور، شوف يعني طيور كلها حلوة مصبوغة منقوشة جسم يعني فخامة، وطيور بعد هاي متلكة والله العظيم، الطيور متلكة هاي ذابة كوما ريش. شوف شوف الريش الصفحة، وهذا يومية ألم، يومية سطلة ألم من هذا الريش. على كل هذا الموجود، خلينا نروح نشوف المخاليف زين، لأن سمينا صغار ومخاليف وكبار، ذول الكبار. المخاليف هذول المخاليف، خلينا نشعل ضواهم حتى أقول لكم شنو الخطة ما سنت الله. الخطة ما سنت الله إخوان هي إنه أكثر الصلم، يعني راح أسوي جيل مثل هذا. شوف هاي الصلم اللي عندي، لأن هالسنة اشتغلنا على المكعكلات، باوع المكعكلات، شوف اشتغلت على المكعكلات وعلى التحاجيل باوع. هذا اصلا هذا مكعكل، هذا مكعكل، ذاك الفوق مكعكل، هذه مكعكله، شوف هذول مكعكلين، شوف هذول كلهم مكعكلات اشتغلنا. شوف هاي صلمه، هذه عندي اصلا، وهذه طيره، شوف شلون حلوه، ويمكن ثلاثه هذا الاخ نزل، البقية ما عندي، ما عندي صلوم زين، يعني فراح سنت الأخ هذا الأخ يمكن أربعة، أربعة أو خمسة، بالله واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أي خمسة أعتقد، خمسة بس، البقية كلها مكعكل. شوف إخوان، شوف شوف المكعكلات شلون حلوات، شوف شوف الطيور اللي حضرتها للعراقيين، بس ما بيهم فايدة والله، عراقيين اللي بكندا قصدي، ما بيهم فايدة، يعني جزء مشغولين، ما عندهم وقت، ما عندهم مكان، يعني بس ما معقولة كل العراقيين ما عندهم وقت، ما عندهم مكان. خابروني أنا أريد خمس زواج، ذاك أنا أريد سبع زواج، هذا أنا بقي لي خمس زواج، أبو فادي لا تبيعهم الله عليك، أني على كل. الجوزيات انباعوا، كل الجوزيات انباعت، بقت ذولا، هذا مبيوع، هذا رقم 11 مبيوع، وهاي رقم 9 مبيوعة، بقوا عندي ذول الجوزيات الزوج، وهذا واحد، هذا الأغار، شوف الذهبي، هذول زوج، وهذا واحد، بعد أكو واحد، والله هذول انباعوا، إيه هذا، هذا تكفح المالتي، هم إلي، البدرنقات انباعوا، شكريات ذول انباعوا، راح يجون ياخذون همي أنا، بدرنقات، هاي الطيرة انباعت، وهاي الطيرة انباعت زين، فيجون ياخذون لي حتى اصفي الاقفاصه، هذا اصفي الاقفاصه. بالنسبه للزواجل بعناها كلها، بقينا بس 10 زواج. شوف هذول 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 اربعه، هاي اثنين سته سبعه ثمانيه، هذولك اللي ورا بالتسعه 10، هذول 10 زواجل بقوا مالتنا جلداتنا، وياهم ايش 10 فحل هناك بالقفص هناك زين، فبقوا ما عندنا شيء بعد. بس اتوصيكم اخوان شغله اوصيكم عليها، لا تنسون المي، لان هذا شهر اب، هذا حار نار، وراح تجي ثاني 10 من اب بعد نار زين، لا تعتمد على الطور هو بخط من هنا، ممكن هذا الخط يعني مال مي مال الوسخ مال هذه، اتاكد من المي، حرك المي هيجي وبدل يوميا، بدل لهم المي على الاقل يبرد المي مالتهم، يوميا بدل لهم مي زين. وهذا الوقت دائما يصيبهم تنفسيه، انطوهم كورس تنفسيه اخوان زين. اوكي اللي اردت اقول لكم عليه همي انا بعد، بعد 10 ايام اذا تريد تطبق الطيور مالك بغداد بالعراق اطبقها، احسن موسم، راح ياخذ التاسع كله شويه حار زين، ينكسر الحار،
العاشر نهايه العاشر يطلع الفرخ، نهايه العاشر اذا طلع الفرخ وقته زين، جوه زين، صحته زينه تكون، تنطي علاجات للامهات قبل لا تطبقها، فانت بعد تكون بالسليم زين. شوف ذول اخوان والله شلون حلوه الطيور، يعني مو لاني طيور، طيوري والله، بس هي الطيور طلعت حلوه. يعني هاي تعبت عليها الوجبه اخوان، هاي مال هذا حصاد 4 سنوات، زرع 4 سنوات حصدناه سنه، طلعنا هيك طيور. شوف 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 اخوان، شوف تفرجوا تحاجيل طول حسن، يعني شكل لون نقشه طول، يعني الطيور كلها حلوه، كلها حلوة. مخاليف صغار، يعني شوف يعني مخاليف صغار وحلوه وطيور موجهه ما بيها عيب. يعني انا من الناس لو ما عندي طيور والله تدرون ايش قد دورت طيور، انا شنو كثرت الطيور. هسه خل احكي لكم القصه، انا كثرت الطيور، جيت هنا دورت حمر، دورت حمر ماكو، والناس يقول لك لا اكو حمر، والله ما خليت واحد ما سألت على حمر. تالي رحت على واحد انطاني حمر زباله، بسلي حمر زباله 4 ازواج ما ادري 5 ازواج، يعني ماكو ذول اصلا، احنا نذبهم للجهال نقول ماكو مخذوهم، اخذتهم قلت ماكو انا اشتغل عليهم، اخذتهم مريضه ماتت الطيور، بقت كم واحد يعني لعبت نفسي منهم، دخل عليهم هذا الوزل اكلهم، خلصني من عندهم. بقيت حوالي سنة أدور على طيور بكندا زينة، ماكو، ما لقيت إلى أن جبت من العراق، اضطريت أجيب بيض من العراق، وتدرون قصة البيض اللي جبته وشنو فقس عندي، وفقست الحظ التعس، ما فقست حمار، فقس جوزي وشعل بحمر بدرنج وشكري وواحد أحمر منعل ظهر أصفر. هاي طيورة، هاي الرس اللي رجعته، الرس الاصلي مالتي اللي بالعراق، رجعت هذا الرس الاصلي مالتي، كله هيجي كله هيجي طيور حلوه، بس يعجبك تتفرج عليها وشوف الفيديوهات، شوف الفيديوهات القديمه تفرجوا عليها. فهذا اللي صار اخوان، فيجي واحد كثرت الطيور، قلت العراقيين خطيئه هنا، انا وانا ما عندي شيء خطيئه هنا، العراقيين باقين مثلا بلا طيور بلا، ومن تحكي تقول ماكو طير، اقول شلون ماكو؟ متروسك انت ما يصير تقول ماكو، يابا ماكو ماكو، انا مدور 6 اشهر مدور طيور بكندا زين، وين ماكو الزبايل؟ الزبايل عودك طيور هيك بكندا وتجي تستنقي منها وتشتري، لو تتعلق بين السماء والقاع، ماكو هيك طيور على كل. فهذه الطيور الموجوده وشفتوا عددها، يعني هاي المخاليف عددها حلو، الكبار عددها حلو، الصغار حتى الصغار اللي يريدها، اللي يجي يريد الصغار يريد طيرت على عمي، خذ الصغار كلها، وخذ الصغار كلها، ما عندك فلوس خذها وروح عبيها بكراتين وروح زين. بس هي ماكو على كل. فهاي طيور، وهذا حدنا وياكم، ما عندي شيء بعد احكي وياكم، حكيت لكم على الزواجل وحكيت لكم على الحمور وشلون كثرنا. وسنت الاخ شنو الخطه مالنا؟ سنت الاخ تحاجيل صلم اشكال حلوه، حتى نساوي بين المكعكلات وبين الصلوم، يريد صلوم يريد مكعكلات، لان العراقيين خطيه ما يلحقون ياخذون، كل 20 زوج سوى ياخذون، فحتى لحق لهم. حبايب شكرا جزيلا، اللي عنده اي سؤال، عنده اي استفسار على الامراض على شيء، حتى اذا ما يريد يرجع الفيديوهات القديمه يتصل بي، يتصل بي، ماني حاضر على التليفون زين، وواتساب موجود وكل شيء موجود. ماشي حبايب، واللي يريد تليفوني يكتب لي بالتعليق اريد تليفونك، انطي تليفوني خابرني وانا حاضر. ماشي حبايب، يلا مشكورين قلبي في مال الله.